رئيس الوزراء يناقش إجراءات التوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في إفريقيا. الخزانة الأمريكية تتخذ خطوات لمنع طالبان من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. أسعار النفط العالمية تنخفض إلى أدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف الطلب. نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار من القاهرة. مرحبا بحضراتكم. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة واستعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الإفريقية. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع موجزا للخطة التنفيذية وبرنامج عمل الفعاليات المقترح تنظيمها في عدد من الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة والقطاعات المستهدفة لتلك المعارض. كما عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح. وأكد مدبولي أهمية وضخامة المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الشمالية في الوقت الحالي والتي سيكون لها مردود إيجابي واسع على توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك متابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للموقف التنفيذي لهذه المشروعات لما ستحدثه من نقلة نوعية بوجه عام. استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 2021-2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة. وأوضحت وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة في عام 2021-2022 تقدر بنحو 125.7 مليار جنيه. أكد دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ تنفذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية. وقال وزير الري إن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية. هبطت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 715.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 5 مليارات جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 72%، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 69%. إذن مشاهدينا، للاقتراب أكثر من نشاط البورصة المصرية اليوم ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ وليد هلال خبير أسواق المال. بعد الترحيب بك أستاذ وليد، كيف تقيم أداء البورصة المصرية اليوم؟ أهلا بحضرتك. والله جلسة النهاردة تعتبر استكمال للجلسات الأخيرة السابقة، ألا وهي يعني استكمال للتراجع وجني الأرباح والموجة التصحيحية يعني قصيرة الأجل جدا. نقول إن هي السوق بيمر حاليا بموجة يعني كوركتيف ويف كده أو موجة تصحيحية بعد صعود قوي ومتتالي. الحقيقة يعني سيبت يمكن من بعد العيد، يعني بقالنا شهر السوق كان بيصعد. العديد من الأسهم وخصوصا الأسهم الصغيرة والمتوسطة
التي يعني يشملها المؤشر 70 اي جي اكس 70 كانت عامله طفرات كويسه جدا، ولكن بقى لنا 3 4 جلسات كده في موجه جني ارباح، او يعني نقول اعاده كده تجميع مره اخرى قبل استكمال هذا الصعود. طيب اذا تقييم حضرتك استاذ وليد للمؤشر السبعيني بالمقارنه بالمؤشر الثلاثيني؟ الحقيقه هو افضل طبعا، ويمكن الارقام خير دليل. يعني المؤشر السبعيني بيعمل لغايه جلسه امبارح كان عامل نيو هاي، عامل هيستوريكال هاي او قمه تاريخيه. الحقيقه اسهم المضاربات او اسهم المؤشر السبعيني او ما يطلق عليه اسهم الصغيره والمتوسطه ادائها بيفوق كثيرا الاسهم القياديه. يمكن ده راجع برضو لكون من الاسهم دي اتظلمت كتير، او يعني ظلت قابعه في قيعان وفي اسعار متدنيه لفترات طويله، وما لبثت ان يعني يمكن تنفست استعضاء يمكن مؤخرا، بس اخر كام شهر كان في طفرات وكان في صعود قوي ليها. ولكن اسهم المؤسسات هي الحقيقه اللي لسه ما خدتش بقى حقها وما خدتش حظها في الصعود، يمكن عشان في بعض البيع من قبل الاجانب. ولكن نامل الفتره الجايه، وخصوصا بقى مع يعني يمكن تلميح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما الاكتتاب المقبل في العاصمه الاداريه، طرح يعني شكل العاصمه الاداريه في البورصه، يمكن ده يعمل حاله من الانتعاشه في قطاع العقارات والاسهم القياديه مره اخرى ان شاء الله. نعم وصلت الفكرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد هلال، وأنت خبير أسواق المال كنت معي عبر الهاتف على الهواء مباشرة متابعا للنشاط وأداء البورصة المصرية اليوم، شكرا جزيلا لك. قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة تتخذ خطوات لمنع طالبان من الوصول إلى حوالي 455 مليون دولار قيمة مخصصات جديدة في صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تكون متاحة لأفغانستان الأسبوع القادم. من جانبه أعلن صندوق النقد الدولي وقف تعامل أفغانستان مع موارده، مشيرا إلى أنه يتم الاسترشاد دائما من جانب إدارة الصندوق بآراء المجتمع الدولي. وأوضح المتحدث باسم الصندوق أنه نتيجة لحالة عدم الوضوح على المستوى الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة أفغانستان، لا يمكن لأفغانستان الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو إلى موارد صندوق النقد الدولي الأخرى. أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو أن غالبية أعضاء اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي متوافقون حول خطة لبدء تقليص برنامج شراء السندات في وقت لاحق هذا العام، على أن يجري خفض المشتريات الخاصة بسندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بطريقة تناسبية بحيث ينتهيان في نفس الوقت. واتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى حد كبير على أنه تحقق تقدم كافي على صعيد التضخم بما يلبي الشرط المطلوب قبل أن يمكن للبنك المركزي أن يخفض مشترياته الشهرية المحتملة مليار دولار لسندات الخزانة وأربعين مليار دولار للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تراجع استهلاك الأمريكيين بشكل أكبر بكثير من المتوقع في يوليو، وانخفض الإنفاق بنسبة 1.1% عما كان عليه في يونيو، حيث تلقى سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد تلقي بظلال متزايدة على الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. بعدما تلاشت الآثار الأولى لحملات التطعيم وجفت المساعدات الحكومية للأمريكيين، تلقي سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد بظلال متزايدة على الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. فقد تراجع استهلاك الأمريكيين بشكل أكبر بكثير من المتوقع في يوليو، وانخفض الإنفاق بنسبة 1.1% عما كان عليه في يونيو وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية. وأكد خبراء اقتصاديون أن هناك تأثيرا كبيرا على إنتاج السيارات الذي ما زال يتباطأ بشدة بسبب نقص أشباه الموصلات، ويتسبب في انخفاض مبيعات السيارات الجديدة، لكن محطات الوقود تعمل بشكل جيد بفضل ارتفاع أسعار المحروقات منذ أشهر.
سجل الاقتصاد الأمريكي قفزة كبيرة في الربيع عندما أتاحت حملة التطعيم إمكانية العودة إلى القاعات الداخلية للمطاعم والمقاهي والسفر الجوي والأجازات في الفنادق بدون قيود كبيرة. كان هذا الإنفاق مدعوما بشيكات حكومية دفعت في مارس وأبريل وإعانات البطالة السخية التي منحت لملايين العاطلين عن العمل، لكن هذه المساعدات يجرى إلغاؤها تدريجيا في نصف الولايات الأمريكية وسيشمل كل الولايات بحلول مطلع سبتمبر. أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي الأوروبي اليوم أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع بأكثر من النصف في يونيو حزيران مقارنة مع الشهر السابق بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات. وسجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو سجل فائضا في ميزان المعاملات الجارية 21.8 مليار يورو في يونيو ارتفاعا من 13.9 مليار يورو في مايو وفقا لأرقام معدلة. وفي 12 شهرا حتى يونيو بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها. في سوق النقد الدولي والأجنبي ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر اليوم، إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر أحدث لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل نهاية العام. وانخفض اليورو إلى أقل مستوى له عند 1.16 دولار للمرة الأولى منذ 4 نوفمبر، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له عند 110.225 مقابل الين الياباني. وبلغ الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار، إذ هبط 0.5%. في أسواق النفط العالمية انخفض النفط إلى 66 دولارا للبرميل اليوم، وهو أدنى مستوى منذ مايو تحت وطأة المخاوف من ضعف الطلب مع زيادة الإصابات بكورونا وارتفاع الدولار الأمريكي وقفزة مفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 3.1% إلى 66.13 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي 3.5% إلى 63.18 دولار للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور، بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1779.52 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9% إلى 23.26 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.2% إلى 982.94 دولار للأوقية. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لم يتبقى لنا في هذه النشرة الاقتصادية المفصلة سوى أن نذكر بأهم ما ورد فيها من أخبار. رئيس الوزراء يناقش إجراءات التوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في إفريقيا. الخزانة الأمريكية تتخذ خطوات لمنع طالبان من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. أسعار النفط العالمية تنخفض إلى أدنى مستوى منذ مايو بفعل مخاوف الطلب. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انتهت هذه النشرة الاقتصادية المفصلة. للمزيد من الأخبار والمتابعات زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت 9.eg. إلى اللقاء.